كل شيء. هذه هنا على ذكر تصريحات السيد بن حيمر الناطق الرسمي للحكومة، أنا لفت انتباهي أمر آخر يتعلق بالقضية السورية. هذا الموقع أولا ميادين، الميادين قناة إيرانية، قناة ممولة من طرف إيران وحزب الله، وهي لغسان بن جدو اللي كان مدير مكتب الجزيرة قبل في طهران. ولما اندلعت الثورة السورية ومالت الجزيرة إلى صف الثورة السورية، استقال آنذاك وداروا له هذه القناة، مولوا له هذه القناة. الموضوع وضعت له الميادين الناطق باسم الحكومة الجزائرية الميادين: لا ضغوط علينا للتطبيع ونقف مع لبنان وسوريا. شوف شوف اللغم وين راه. في المقدمة تذكر كشف المهم كذا، شوف، وأكد موقف بلاده الثابت من الأزمة السورية وأنها مع الحكومات الشرعية تفاديا للفوضى. أولا أنا حرت، يعني كلمة الحكومات الشرعية من وين مع الأزمة السورية والحكومات الشرعية على الوقوف إلى جانب سوريا ولبنان في مشاريع الإعمار؟ وأشار إذا الحكومات الشرعية هذه دوخني فيها، الأزمة السورية والحكومات الشرعية. رحت نحوس في الحوار، نلقى هذه الجملة وردت في سؤال الميادين: ما هو موقف الجزائر من فشل الجامعة العربية الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة الخطيرة، وهل خيار الانسحاب منها يعد أحد أوراق الجزائر للتعامل مع هذا الواقع العربي المتردد؟ شوف السؤال كيف ملغوم. يجيب: الجزائر ليست من هواة سياسة الانسحاب وترك المواقف، ونذكر أن الجزائر كانت دائما تعبر عن مواقفها بكل صراحة وشفافية في هذا المنبر التشاوري. وهنا أذكر بموقف الجزائر من الأزمة السورية الذي كان ثابتا ومع الحكومات الشرعية القائمة تفاديا للفوضى السائدة في الدول، بعض الدول العربية. إذن انهيار البنى السياسية لأي دولة لا يخدم أحد، وخاصة شعوب المنطقة. إذن أنت يا سيد بن حيمر، أنت وزير في حكومة لرئيس جمهورية قال بأنه جاء بفضل الحراك المبارك، كيف تشيد بمواقف دبلوماسية بوتفليقة التي هي دبلوماسية عصابة؟ صح ولا لا؟ هذه إشادة بعمل الدور الذي قامت به بوتفليقة في تلك المرحلة، دور سلبي كارثي حقيقة. الجزائر غائبة عن المشهد. شاركت معنا الجزائر، أنا رحت في بعثة المراقبين، ما رحت عن طريق منظمات حقوقية ولست عن طريق الحكومة الجزائرية. شارك بينا معنا وفد من الحكومة الجزائرية، في ضباط وفيها من وزارة الخارجية ومسؤولين، ولكن والله ما قدموا شيء للأسف الشديد، ما قدموا حتى شيء. حتى لما غادرت التقيت ببعض المسؤولين الجزائريين فقلت لهم: الجزائر لديها علاقة قوية مع بشار الأسد، وفي ذلك الوقت وأنا عندي صارت عندي علاقة طيبة مع الشارع السوري، شارع الثورة السورية، لماذا لا تقومون بدور نلعب دور أنه نخرج ننقذ سوريا، أنه أنا أكون همزة وصل مع الثوار وأنتم تكونون على بشار الأسد؟ وكان في ذهني أن الجزائر تلعب دور تقترح على بشار الأسد الاستقالة ويغادر، يغادر، ولو غادر بشار الأسد لكان انتهت الأزمة. فقيل أبدا، ولكن للأسف كل المعطيات في ذلك الوقت كانت الجزائر تقف مع بشار الأسد، دعمت بشار الأسد، بشار الأسد أرسل وفود، وزير الخارجية مشى حتى إلى بشار الأسد، غريب، مفتي البراميل المتفجرة أيضا راح للجزائر. كل المعطيات تتحدث أن الجزائر كانت متخانقة مع بشار الأسد. وجي أنت يا سيد الوزير تشيد بهذه الدبلوماسية الخائبة التي هي دبلوماسية عصابة، وتجي الآن تشيد بالدور الذي قامت به، بل بأن الجزائر مع الحكومة الشرعية. من وين الحكومة الشرعية بشار الأسد؟ بشار الأسد انتهت الانتخابات، انتهت عهد الانتخابية، دار انتخابات شكلية في المنطقة التي يتواجد فيها، نص الشعب ما كانش، المنطقة المناطق كلها فيها حروب، غير مناطق نتاع اللي فيها الموالية اللي هي قليلة، دار فيها انتخابات حتى يبقى دائما، والآن بقي تحت الحماية الروسية. الجزائر تقول بأن من مبادئها عدم التدخل الخارجي. لماذا أيها الوزير الناطق الرسمي بالحكومة لم تقدم إدانة للتدخل الروسي؟
لماذا لا تقول على الأقل لا تدين؟ عندكم علاقات مع روسيا وعلاقات مصالح وكذا، قل على الأقل أننا نرفض أي تدخل خارجي في سوريا. في سوريا تركيا موجودة في سوريا، أمريكا موجودة في سوريا، لا إيران موجودة في سوريا، روسيا موجودة في سوريا، كل واحد موجود في سوريا بطريقته الخاصة، كلها تدخلات أجنبية. أنت تجي بهذه الطريقة ما تقول حتى الحل في سوريا، نقف مع الحكومة الشرعية. وين هي الحكومة الشرعية؟ سوريا موزقة كقطعة كعك ما بين عدة أطراف، وين هي الحكومة الشرعية؟ أمر آخر، كثير من الجزائريين يرتكبوا في واحد الحماقة كبيرة، عندما يجي يقول لك أنور مالك أنت واقف ضد الجيش السوري، الجيش السوري راه قاتل. ونقولها لكم من الآخر، لو أن الجيش الجزائري لما خرج الجزائريون في فيفري 2019 تعرض للجيش الجزائري وقتل الجزائريين، لا كنت ضده إلى هذه اللحظة، مثل ما كنت من قبل ضده. إذا ما تقارنش الجيش الجزائري، لا، الجيش الجزائري احتضن الشعب، دافع عن الحراك الشعبي، اصطف مع الجزائريين، وقف ضد العصابة، وتجي تقارنه لي بالجيش السوري؟ الجيش السوري اللي تحول إلى ميليشيات، والله أيها الجزائريون لو تعرف الميليشيات تبع النظام السوري واش دارت في العائلات السورية، كيف اغتصبت وكيف انتهت الحرمات، كيفاش نسوي ندوهم في السجون واش عملوا بهم هذه الميليشيات تاع حزب الله وميليشيات إيران، والله تخجل تخجل أنك تدافع على هذا النظام السوري، تخجل تستحي أنك تدافع على هذا النظام السوري وتقارنه. قل له أنور مالك كان مع الفتنة في سوريا، والفتنة في سوريا شعب فذلك الوقت حقيقة جاءت حمة المظاهرات، شعب خرج، كون جاء هذا الرئيس السوري كان قلبه على سوريا وخايف على سوريا، كان اتخذ مواقف أنقذ البلد، مثل ما حدث الجيش الجزائري، الجيش الجزائري خرج الشعب، لا الغلطة اللي داروها في التسعينات ضباط فرنسا ما دارهاش القيصر، وهو أنقذ البلد، رصاصة واحدة ما طلقتش. لو أنه بشار الأسد دار هذا الشيء، الجيش عندما شاف الشعب خرج وقف بشار الأسد، الشعب ما كان يطالب حتى شيء، كان يطالب بشار الأسد بالتنحي بعد ما صار يقتل فيه. لو أنه وقفوا له راهم قالوا مع السلامة، راه والله الذي لا إله إلا هو لو حدث هكذا ما وصلت سوريا إلى هذا. ولكن الجيش لما كان جيش طائفي، جيش عائلة، جيش طائفي ليكن في علم كل، يعرفوا الجيش السوري من الداخل، يعرفوا بأنه لم يكن جيش دولة، كان جيش عائلة، جيش طائفة، جيش عصابة، سرجان من العلويين يتحكم في عقيد من طائفة أخرى. إذن إخواني الكرام، أنه هذه الحقيقة، المشهد في سوريا يختلف عن المشهد في الجزائر. الجيش الجزائري وقف مع الشعب، لذلك مقارنته بما يحدث في سوريا غلط، بما يحدث في سوريا غلط. لذلك أرى بأنه أنا جبتها على تصريحات السيد بن حيمر حول الموقف من سوريا، والغريبة أنه في الحوار نفسه يقول الجزائر تقف مع الشعوب. يا ولدي هاو شعب سيدي، أي لنفرض سيدي باللي راي كان مؤامرة على بشار الأسد، كينش رئيس دولة يقتل أكثر من مليون بشر ويشرد 15 مليون وتدمر نصف البلد وتصبح ملطشة إلى كل من هب ودب، وما فيش حتى يستقيم الدول اللي تحترم نفسها؟ نحن في الجزائر خرج الشعب، جيش ملك لا، الشعب خرج، الرئيس يروح، وصبحوا وزراء راهم في السجون، ناس كان يذبح بالريشة، ويحيى وشلال كان يذبحوا بالريشة، كان كلمة منهم تغير مسار دولة، صبحوا في السجون ما عندهم حتى قيمة، لأن الشعب قال لا، الجيش لأنه جيش الوطن الشعبي، ما هو جيش فلان ولا علان. إذن هذا هو الفارق، إذن ما يجب أن تقارن لي هذا بهذا. من الأشياء الذين أيضا المهم هذه بعض ذكرناها على قضية الحوار تبع السيد الوزير بالحيمر، وهذه نقاط يجب أن ينتبه إليها، لأنه ركزت على قضية الضغط، هذه أن الجزائر لم تتلقى ضغوطات، وأنا أقولها لكم أيها الجزائريين، الجزائر ستكون تحت الضغط في قضية التطبيع، ستكون تحت الضغط، وهذا ضغط سيأتي كبير، أنا أقولها لكم سيأتي كبير، وهذا الضغط سيأتي من الإدارة الأمريكية.
لذلك قوة الجزائر دائما ستكون في قوتها في الجبهة الداخلية أولا، وأيضا في تعاملها مع الموقف بذكاء وفق ما يخدم مصالح فلسطين. الجزائر موقفها لحد الآن قوي، هي تطالب بالشرعية الدولية، حتى المبادرة العربية التي جاءت من أجل السلام كان صادقت عليه الأمم المتحدة. الجزائر في موقع قوي، ولكن الضغوطات ستأتي في إطار أطر مختلفة، في أطر مختلفة، ونتمنى الخير إن شاء الله. إذن إخواني الكرام، هذه رؤيتي أنا. رؤيتي كيف بعض الناس يقول، واحد يجي يقول لي ما فهمتكش في سوريا مع الثورة في مكان آخر، لا، سوريا أنيكي رحت سوريا لقيت النظام يقتل، أنا ضد القتل. الجيش الجزائري لو قتل لا كنت ضد، ما قتلش يجب أن نلتحم حتى لا نصل إلى مرحلة القتل. أي بلد الآن مستقرة ويراد لها أنها تجر إلى فتنة وتصير فيها قتل أنا ضد. البلدان اللي صارت فيها ثورات وانتهى الأمر، يجي واحد يقول لي أنت من دعاء. يا جماعة، عندما بدأت ثورات ما يسمى الربيع العربي، أنا نشرت مقال في الشروق قلت فيه ليس هذا الربيع العربي الذي نريد، وارجعوا للأرشيف اكتبوا العنوان هذا في جوجل، ليس هذا الربيع العربي الذي نريد. قلت بأن الربيع هي نتيجة سنصل إليها عندما يكون التغيير هادئ بما يحفظ الأوطان، نصل إلى نتيجة. نحن الآن نمر بمرحلة خريف عربي، وهذا الخريف مفتوح على كل إمكانيات، قد يجي على كارثة وقد يجي على، وهاي كان دول جاها على كارثة وكان جاها على كارثة. الجزائر حدث فيها تغيير بلا أدنى شك، والحمد لله مشات في مسار. ولكن نحن الآن عندما نرى شيئا خاطئ نقول لا، الرئيس راه شرعي لا شك في ذلك، راح يجب أن نتعلم شيء. الرئيس تم انتخابه عنده عهدة رئاسية لازم يكملها، مش أنت تجي تدخل لي رئيس من هنا بعد ثلاث أيام تجي تقول له أخرج، ولا رانها الشعب قال ماشي ملتشا يا ابني. فرنسا خرجوا لي جيلي جون فيهم حتى اللي طالبوا برحيل ماكرون، والله تفلقوهم، ما كانش لعب. ماكرون رئيس تم انتخابه عنده عهدة كاين دستور ينتهي، حتى ما عجبتك السياسة ما عجبتك السياسة واصل انتقاده، واصل إذا ترشح مرة أخرى خليه ما يفوز. ساركوزي ترشح العهدة ثانية ما نجحش ونجحوا له. هذا هو المنطق، ما هذا هو المنطق، هذا هو المنطق. يعني للأسف الشديد يعني الأمور ما يجب أنها تكون هكذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.